السلام عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: وهل كان تبويب الشيخ محمد رحمه الله لكتاب التوحيد على وفق ما يرى من الأمور الشركية؟ ما أدري وش السؤال هذا. الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بوب أبواب التوحيد على حسب ما جاء في الكتاب والسنة من التحذير من الشرك ومن البدع ومن وأورد في كل باب ما يناسبه من الآيات والأحاديث، فبوب للتوحيد وقوله وتحقيقه أبوابا، وبوب للشرك وأنواعه أبوابا، لأن ضد التوحيد هو الشرك. فهو جمع في هذا الكتاب بين تحقيق التوحيد وفضله وحقيقة التوحيد ما هي، وبوب للشرك أبوابا يحذر منه ومن أنواعه وأنواع الكفر أيضا. نعم.